سيادة النائب مساء الخير. مساء النور استاذ عمرو، تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك سيادة النائب، ايه اللي حصل بالضبط؟ احنا ده كان في تاني يوم زيارتنا للعاصمة البريطانية لندن، والوفد باكمله كان موجود في ندوة داخل جامعة كينجز كوليدج، وهي احدى اهم واعرق الجامعات البريطانية، وكانت لي ندوة مع اكثر من 150 طالب بيدرسوا في هذه الجامعة، وتناولنا كثير من الأمور وكثير من القضايا. بمجرد خروج الوفد كان هناك بعض الأشخاص المتواجدين أمام الجامعة، وبدأوا في بعض الهتافات، وبدأوا في عملية التصوير، ويعني استخدام الاعتداء اللفظي على أعضاء الوفد. الحقيقة أنا كنت واقف في الداخل، وكنت واقف مع عدد من الطلبة، ولم أخرج بعد، لم أنتبه، لأنه كان مع دخولنا كان في مظاهرة تندد بالاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة والأخير، ويعني مظاهرة مساندة للقضية الفلسطينية كانت موجودة في الخارج أثناء دخولنا. فأنا ظنيت أن المظاهرة مستمرة، ولذلك في هذه الدوشة في الخارج، لكن تبين أنه دي طبعا عناصر من جماعة الإخوان متواجدين أمام الجامعة وبيحاولوا يرهبوا الوفد ويعتدوا عليه لفظيا. طبعا كان خرج النائب أسامة هيكل في البداية، وبالفعل يعني اعتدوا عليه لفظيا وبدأوا في عملية تصويره. أنا كنت لسه ما زلت في الداخل بتحدث مع بعض الطلاب، فيعني نبهني بعض الأمن الموجودين، فيعني كنت برضو خارج لانه الامر لا يعني اهتمام ابدا، لكن هم قفلوا وقتها الباب، وبسبب محاوله بعض هؤلاء العناصر الدخول للجامعه، وده الامن الاداري يعني اراد ان يغلق الباب. يعني بشكل عام ما حدث لم يؤثر على الزياره باي شكل من الاشكال، واحنا استكملنا زيارتنا على اكمل وجه، ويعني لم يعد ده امامنا سوى انه هاموش يعني ليس له قيمه. وانه الجماعه انا بعتقد انه رد فعلها ده بسبب حاله الهلع والزار، ان احنا بندخل احد اعتى الاماكن اللي بيأووا ليها، وبريطانيا هي احد الاماكن اللي بيعول الجماعه على استمرار نشاطها على اراضيها واحتضان بريطانيا لها، فبالتالي كان عندهم حاله من الزار والهلع ان احنا داخلين المجتمع البريطاني بنتواصل مع اعضاء الحكومه ومع اعضاء مجلس العموم البريطاني ومع داخل الجامعات، وبنتواصل مع منظمات مجتمع مدني ووسائل اعلام، فده الحقيقه اصابهم بحاله من الهلع والزار، فلم يكن لديهم سوى ادواتهم الرخيصه اللي هم اعتدوا عليها ولا يملكوا غيرها، وهو الاعتداء اللفظي وباقزع الالفاظ استخدام هذا الاسلوب المتدني اللي هو يعني لا يخفى على احد، واستخدموه ضد المتظاهرين السلميين في محيط قصر الاتحاديه في عهد المخلوع مرسي، استخدموه في محيط المحكمه الدستوريه العليا، استخدموه في ايضا في حصار مدينه الانتاج الاعلاني، فيعني هؤلاء مجرمون ولديهم سجل حافل بالجرائم وبالاعتداء على الوطن كله. طب من الطبيعي ان احنا يعني كان يمارس ضدنا هذه الامور في ظل وجود هؤلاء العناصر. طبعا دي كانت حاله من الارهاب، احنا يعني بالتاكيد اللي شهد هؤلاء وشهد الموت في 2013 ونحن نواجههم والوطن كله يواجههم، بالتاكيد لن نخشى من بضع اشخاص يحاولوا ان يرهبوا الوفد المصري. احنا استكملنا برنامجنا على اكمل وجه، وبرنامجنا كان معلن، ورحنا جامعة أخرى واستكملنا برنامجنا بشكل كامل، وبالعكس يعني هذه التصرفات الحقيرة زادتنا إصرار وأعطتنا حالة ودفعة قتالية كده في أنه نستمر في لقاءاتنا ونؤدي دورنا على أكمل وجه. هم لا يدركوا الإخوان أنه هم أصبحوا كارت محروق لدى الجانب البريطاني، وأن الأمر تجاوزهم، يعني حتى في بعض الهتافات بيقولوا أن محمد مرسي هو الرئيس الشرعي وأن كاتتني وما زال رئيس مجلس الشعب، يعني يبدو أن هؤلاء يعيشوا في المريخ، وأنه
الواقع الحالي المصري تجاوزهم يعني بشكل كبير، والبريطانيين الحقيقة متفهمين ده تماما أنه الأمر تجاوز هؤلاء. ويعني اعتداءاتهم في مثل هذه الزيارات متكررة ومتشابهة، ويمكن احنا لما كنا في نيويورك في أثناء تغطية اجتماعات الجامعة العامة للأمم المتحدة حاولوا الاعتداء على الزميل نشأت ديه أمام فندق الإقامة للرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك. أنا بشكرك شكرا جزيلا النائب الأستاذ طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.